بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في قناة إنجليزي ببساطة. معاكم مس نسرين إسماعيل. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض حل تدريبات منهج الصف الأول الإعدادي كتاب جيم ترم أول 2023. وكل عام وأنتم بخير، وربنا يجعله عام مليء بالنجاح والتفوق يا رب. منهجنا مكون من 6 وحدات في الترم دوت. يلا بينا نبدأ مع بعض. يونت 1 My family and me. My family and me يعني أسرتي وأنا. هنبدأ مع بعض في exercises page 10 في صفحة رقم 10 التدريبات اللي فيها. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Number 1 The opposite of male is. عكس كلمة male مذكر is a female. مؤنث. احنا خدناها السنة اللي فاتت في سنة 6. male مذكر و female يعني مؤنث. Number 2 A is similar in meaning to finish. بتدي نفس معنى كلمة انتهى أو أنهى. كلمة A end. End يعني نهاية أو أنهى. تمام كده؟ يبقى end بتساوي finish. بتنم بمعنى A ينهي أو النهاية. طيب number 3 We can get the noun from a person. ممكن نجيب الاسم من الشخص. From the verb من الفعل play يلعب. By adding the suffix عن طريق ان احنا نحط اللاحقة ايه؟ انا عندي كلمة suffix دي يعني لاحقة، يعني حاجة بحطها في نهاية الكلمة بتغير المعنى. تمام كده؟ يبقى احنا ممكن نحصل على الاسم from a person لشخص from كلمة play. play يلعب، عايزة اخليه شخص يبقى لاعب player، يبقى احط لها في الاخر suffix اللاحقة er. number 4 to change the meaning of the word view عشان تغير كلمة المعنى بتاع كلمة منظر طبيعي to be a formal meeting عشان تبقى مقابلة رسمية we can add ممكن نحط the prefix. prefix يعني بادئة، يعني بادئة بحطها في بداية الكلمة بتغير المعنى. يبقى أنا عندي كلمة view يعني منظر طبيعي، عايز أخليها مقابلة رسمية يبقى أقول إيه interview. يبقى number B. number 5 do you think هل بتعتقد her story إن قصتها is false يعني غير حقيقية أو مزيفة. The antonym of false. antonym يعني عكس. كلمة antonym دي يعني إيه؟ عكس. بتساوي كلمة opposite اللي هي فوق اللي احنا شفناها من شوية. يبقى بيقول لك هل بتعتقد إن قصتها غير حقيقية؟ عكس of false. عكس كلمة إيه؟ false مزيف أو غير حقيقي. كلمة إيه؟ true يعني إيه؟ حقيقي. الصفحة اللي قدامها page 11 صفحة 11 بردك عندي أسئلة تشوز اختيارات. number 1 my father is a أمر يعني والدي يدعى أو يسمى أمر. is called يسمى أو يدعى. number 2 it's raining إنها تمطر الآن. let's a an umbrella هيا نحضر إيه شمسية. أنا عندي بعد كلمة let's بيجي الفعل في الانفينيتيف في المصدر. let's بمعنى هيا بنا يبقى let's a take يعني يلا ناخد إيه شمسية. طب number 3 my mom goes a on Fridays ماما بتذهب للتسوق في ايام الجمعة. وقلنا بعد go بيجي الفعل في ايه ing يبقى ايه goes shopping تذهب للتسوق في ايام الايه الجمعة. number 4 I like chess انا بحب لعبة الشطرنج. my brother اخويا likes chess هو ايضا بيحب لعبة الشطرنج يبقى ايه likes chess too. too يعني ايضا للاثبات. number 5 I usually go shopping a Sundays انا عادة بروح اتسوق في ايام الاحد قبل ايام الاسبوع بجيب حرف الجر ايه on بمعنى في اليوم ده او في الايام دي on. بنروح على page 15 صفحة 15 الفوكابلري exercises تدريبات على المفردات. اول حاجة عندي your mom or dad's sister يعني اخت باباك او مامتك is your aunt هي عمتك. number 2 Tom is writing about his weekend. Tom بيكتب على عطلة نهاية الأسبوع بتاعته in his online diary. بيكتب في مذكراته اليومية diary D-I-A-R-Y. تمام كده؟ عندي هنا CD printer اللي هي الطابعة ثلاثية الأبعاد الماوس الفارة اللابتوب. يبقى بيكتب في المذكرات بتاعته اللي على الإنترنت الدايري كل يوم هو أو كل أجازة أو عطلة نهاية الأسبوع بيعمل إيه. طيب number 3 A group of people مجموعة من الناس who play music اللي بيعزفوا موسيقى together معا is called a بيسموا ايه فرقة موسيقية يعني band. number 4 I can't play now لا استطيع ان انا العب الان. I am very a with my homework انا مشغول بايه بالواجب بتاعي يبقى I am a very busy انا مشغول جدا بعمل الواجب. number 5 A are musical instruments عبارة عن آلات موسيقية which you hit انت بتعزف عليها
او بتعزف عليها بالخبط كده، بتدق عليها تو ميك ا نويز عشان تعمل ضوضاء. طبعا اللي بيتعزف عليها او بيعمل دقه عليها اللي هو الطبله الدرامز. نمبر 6، your parents والدك، brothers اخواتك الصبيان، and sisters واخواتك البنات، are called your family members، بيسموا افراد الايه العائله. نمبر 7، my favorite book is a treasure island، يعني كتاب المفضل بيسمى او يدعى ايه جزيره الكنز، يبقى is called يسمى او يدعى. نمبر 8، سامي اند علي، سامي وعلي are a they are brothers هم اخوات صبيان، and aged 14 الاثنين اخوات في نفس السن عندهم 14 سنه، يبقى دول twins يعني توأم. نمبر 9، my a is next week we'll have a party، عيد ميلادي الاسبوع اللي جاي وهنعمل حفله، يبقى birthday يعني عيد ميلاد. نمبر 10، my uncle has a daughter، يعني عمي عنده ابنه، she is my a، بتقرب لايه بنت عمي؟ تقرب لي cousin، ابنه العم او الخال او ابن العم او الخال الخاله cousin. طب نمبر 11، we usually visit our grandma، احنا عاده بنزور جدتنا a saturday evening، في يوم الايه السبت بالليل، مع ايام الاسبوع بجيب حرف الجر on. نمبر 12، making model planes يعني صنع نماذج طائرات is his only، هي الهواية الوحيدة لديه، يبقى only hobby، hobby يعني هواية. Number 13، my sister has a small baby girl، يعني أختي عندها طفلة صغيرة رضيعة، she is my grandmother، تقرب إيه لجدتي؟ هي حفيدتها، يبقى grandchild، grandchild يعني طفل حفيد. قلبنا الصفحة page 16 صفحة 16. Number 1، my A is the oldest person in my family، مين أكبر واحد في العيلة عندنا؟ هو الجد، grandfather. Number 2، we are all A to B Egyptians، إحنا كلنا فخورين إن إحنا مصريين، يبقى we are all A proud، proud يعني فخور، كلنا فخورين إن إحنا مصريين. Number 3، pupils التلاميذ shouldn't a noise in the class، يعني التلاميذ ينبغي عليهم ان هما ما يعملوش ضوضاء في الفصل، يبقى ايه اسمها make noise، يكون بعمل ضوضاء. Number 4، the teacher asked us، المدرس سألنا او طلب مننا to clap a the boy who answered all the questions، ان احنا نسقف للولد اللي اجاب على كل الاسئلة، اسمها clap 4. Number 5، a is a game for two people، يعني لعبة بيلعبها شخصين، طبعا عندي الفوتبول الكرة القدم لا فريق، هاندبول كرة اليد فريق، تشيس شطرنج بتتكون من اتنين اللعيبة، وبولي بول يعني كرة طايرة، يبقى انا عندي برضك دي فرقة لعبة جماعية، يبقى انا عندي ايه اللعبة اللي في دول اللي بيلعبها two people اتنين بس شخصين، طبعا لتشيس لعبة الشطرنج. Number 6، my father ابي a two football matches on the radio، أبي بيستمع لمباريات كرة القدم في الراديو، يبقى إيه lessons يستمع. Number 7، my friend is a 15، يعني صديقي عنده 15 سنة يبلغ من عمر، اسمها aged. Number 8، we a school at 2 PM then we go home، إحنا بنخلص المدرسة الساعة 2 بعد الظهر وبنرجع إيه بنرجع للمنزل أو بنعود للمنزل، يبقى عندي هنا we finish ينهي. Number 9، the opposite، احنا لسه قايلين في الصفحة اللي قبلها كلمة opposite يعني عكس، of win عكس كلمة يفوز is a يخسر lose، نعدي هنا كلمة throw يلقي، show يعرض، succeed ينجح، lose يخسر. Number 10، my uncle likes to do voluntary work، voluntary work يعني عمل تطوعي، يعني عمي بيحب يشارك في العمل التطوعي، he does it a no money، يعني العمل التطوعي ده بيأديه من غير مقابل، من غير نقود، يبقى for no money، من غير فلوس. Number 11، I want to be a football like محمد صلاح، أنا عايز أبقى لاعب كرة قدم زي محمد صلاح، اسمه football player، لاعب كرة قدم. Number 12، I have a job tomorrow morning، أنا عندي مقابلة شخصية للعمل بكرة الصبح، مقابلة شخصية اسمها interview. Number 13، everyone should have a hobby to a، كل واحد لازم يبقى عنده هواية عشان يقوم ايه بفعلها، to have do اسمها do a hobby. نروح على التدريبات اللي في صفحة 19. Number 1، طارق is مروان's cousin، طارق ده ابن عم مروان. Today اليوم is a birthday، عيد ميلاده هو، صفة ملكية، يبقى his birthday. Number 2،
tell a about your family. أخبرني عن أسرتك. هنا ضمير مفعول يبقى tell me about my about your family. أخبرني عن أسرتك. Number three. I like my teachers. أنا بحب مدرسيني. وحط نقطة هنا. هنبدأ جملة جديدة. الجملة أولها هنا فاعل. يبقى they are very kind to us. أنا بحب مدرسيني عشان هم طيبين معانا. يبقى هنا هنقول they. Number four. Take the umbrella with it's raining heavily. بتمطر بغزارة. خد الشمسية معاك. يبقى with with you. خد الشمسية معاك with you. Take the umbrella with you. It's raining heavily. بتمطر بغزارة. Number five. Munir and Mustafa are twins. Munir ومصطفى توأم. A sister is called Radwa. الاثنين جمع. واختهم اسمها Radwa. يبقى نقول هنا دي صفة ملكية. يبقى their their sister. Number six. Your school is small. مدرستك صغيرة. But A is big. مدرستك صغيرة. لكن مدرستي أنا كبيرة. يبقى My school is is big. طيب بعد كده عندي number 7 children الأطفال should do your homework. يعني children يا أطفال ينبغي عليكم أن أنتوا تعملوا واجبكم. يبقى هنقول you should. Number 8 I miss my parents. أنا بفتقد والدي. I want to send a postcard. أنا عايز أبعت لهم بطاقة بريدية. أبعت لهم هم. يبقى them لهم. Number 9 I am 1 year older than. أنا أكبر منه بسنة واحدة than him. Number 2 read and correct the underlined words. يعني اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط. ده سؤال جديد علينا يا سنة أولى إعدادي، ما كانش عندنا السنة اللي فاتت أو ما كانش موجود معنا في ابتدائي. بيجيب لي جملة وفي كلمة تحتها خط فيها خطأ في الجرامر، إحنا بنصلحه. تمام؟ طيب number 1 clap for the football players. يعني سقف للعبة الكورة. هي played very well. يعني هم لعبوا بشكل جيد. طبعا هم جمع لعبة الكورة دول جمع. يبقى نقول هنا they. طيب number 2 Ali is my best friend. علي هو صديقي المفضل. And her hobby is watching TV. علي ده اسم ولد. هوايتها مشاهدة التلفزيون ولا هوايته؟ طبعا هوايته. يبقى هنقول his عشان هنا ما ينفعش اقول her لان ولد. اقول his هوايته. his his hobby. Number 3 it's not my camera. دي مش الكاميرا بتاعتي. my is new. بتاعتي جديدة. يبقى mine is new. my دي لازم يجي بعدها اسم. تمام؟ لكن هنا عندي mine مفيش بقى يعني بقى مفيش هنا اسم. طبعا في فعل. يبقى اجيب هنا mine. بتاع دي الكاميرا ديت مش بتاعتي. بتاعتي انا جديدة. Number 4 she is my sister. هي اختي. I am her brother. وانا اخوها. طبعا انا هنا عندي هنا هنجيب صفة ملكية. يبقى I am her brother. عشان بعدها اسم. طيب number 5 Carla and Ned have a really nice car. Carla و Ned عندهم سيارة لطيفة. I love them car. انا بحب سيارتهم هم. يبقى their car. Number 6 some of these clothes. بعض الملابس دي are yours. بتاعتك. and the rest والباقي of it belongs to زياد. والباقي بيخص زياد. الباقي من الملابس of of them. قلبنا الصفحة صفحة 20. Number 1 تامر and ندى are my cousins. الاثنين ولاد عمي. that house is المنزل ده بتاعهم. يبقى انا عايز هنا مفيش اسم بعدها. انا عايز ضمير ملكية. تمام كده؟ يبقى theirs منزلهم. المنزل ده بتاعه. Number 2 she is my sister. هي اختي. my cousin منى بنت عمي منى is sitting next to her. قاعدة جنبها. next to her. طيب number 3 name is وليد. he is a doctor. اسمه وليد. اسمه هو. بيخصه هو. وليد. ادي هو جاي اسم بعدها. وهو طبيب. يبقى نقول عشان هو مذكر نقول his name اسمه. Number 4 grandfather arrives at 5 o'clock. الجد بيوصل الساعة 5. let's go to meet. يلا نقابله هو. يبقى meet him. Number 5 those are my friends bicycles. دي درجات أصدقائي. they are هي الدرجات دي بتاعتهم هم. يبقى أنا عايز هنا ضمير ملكية. يبقى theirs. عايزة ضمير ملكية معنى ملكهم هم. Number 6 my friend صديقتي and her parents ووالداها came to watch me playing in the school band. جم عشان يشوفوني وانا بعزف في الفرقة الموسيقية بتاعت المدرسة. Number 7
The radio, الراديو belongs to my mother, بيخص أمي. It's إيه؟ إنه ملكها. أنا عايزة هنا ضمير ملكية، يبقى it's إيه؟ hers. نذاكر الدرس ده كويس بتاع صفات الملكية وضمائر الملكية عشان نعرف نحل كويس. Number 8. The bird always sleeps in a nest. يعني دايما الطائر بينام في إيه؟ في العش بتاعه. يبقى هنقول إيه؟ it's إيه؟ it's nest. طيب بعد كده عشان دي صفة إيه؟ ملكية. Number 9. سامي وهاني and عماد. سامي وهاني وعماد are brothers، إخوات صبيان. إيه؟ at my school، وهم موجودين في الايه في المدرسه بتاعتي. طبعا انا حطيت نقطه هنا، يبقى هبدا بايه؟ بفاعل او ضمير مفعول، يعني زي ايه ار، زي ار ان ايه ات ماي ايه سكول. نمبر 2 ريد اند كوريكت، اقرا وصحح الخطا. نمبر 1 كان يو جيف مي يو بن بليز، ممكن تديني قلمك من فضلك. قلمك يبقى نقول ايه؟ يور بن. هنا نحط ايه؟ يور. نمبر 2 I know her favorite food. أنا عارف طعام مفضل لديها. But I don't know your. لكن ما عرفش طعام مفضل لديك، يبقى إيه؟ نقول yours. Number 3. They name are Mona and عماد. أسمائهم منى وعماد. يبقى أسمائهم هما، يبقى their names. نكتب هنا their. Number 4. عادل can't find him book. عادل مش لاقي كتابه. طبعا هنقول إيه؟ his book. Number 5 سميرة is my sister. سميرة أختي. And his only hobby، وهوايتها الوحيدة is playing video games، هي لعب ألعاب الإيه؟ الفيديو. يبقى هنقول هنا إيه؟ her only hobby، هوايتها الوحيدة، عشان هي بنت. هنقول إيه؟ her، ما نقولش his، عشان his دي للأولاد مش للبنات، بمعنى ملكه أو ملكة. نروح على page 22 وعندي أول سؤال. complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. السنة اللي فاتت في سنة ستة كان عندي المحادثة دي listening، استماع. كان بيدخل المستر في الامتحان يقول لي الكلمه وانا بكتبها في الفراغ. السنه دي انا اللي هكتب الكلمه ديت بنفسي، فلازم اقرا المحادثه مره او مرتين لوحدي واخمن الكلمه اللي ايه اللي ناقصه. تمام، ما تسرعش وحل سؤال بسؤال، لا انا لازم اقرا كويس عشان ممكن الاجابه تكون في نهايه الايه الديالوج المحادثه. تمام، بس لازم اقرا الايه العنوان الثقيل ده الاول، عشان ده بيحدد لي المحادثه عن ايه، واشوف مين بيكلم مين واركز كويس. يحيى is asking سمير about his favorite hobbies. يحيى بيسأل سمير عن هوايته المفضلة. سمير good morning، صباح الخير. فيحيى قال له good morning، صباح الخير. can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ فقال له yes of course، أيوة طبعا. قال له do you any hobbies، هل لديك أو تملك أي هوايات؟ فقال له yes I like a I always read adventure stories، أنا دايما بقرأ قصص إيه؟ قصص مغامرات. يبقى الأول هيقول له إيه؟ do you do you have، هل تملك؟ احنا عارفين have بمعنى ايه؟ يملك. do you have any hobbies، عندك اي هوايات؟ فقال له yes I like ايه. طبعا انا هنا ما اعرفش بيحب ايه، لكن لما اقرا الايه الجزء دوت اعرف. I always read adventure stories، دايما بقرا قصص ايه؟ قصص مغامرات. يبقى هو بيحب reading. reading يعني القراءه. طيب بعد كده قال له what is your favorite sport، ايه رياضتك المفضلة؟ فقال له my favorite sport is كذا. انا لسه لغاية دلوقتي مش عارف ايه رياضته المفضلة. اشوف السطر اللي بعده كده، ايه do you play basketball. عرفت هنا بقى ان هو بيحب الايه الباسكتبول، كرة السلة. يبقى هيقول ايه my favorite sport is ايه basketball، رياضتي المفضلة هي كرة السلة. بعد كده قال له ايه do you play basketball، فقال له I play it Fridays. يبقى هيقول له امتى بتلعبها. انا عندي كلمة متى او في اي وقت، ممكن when وممكن what time. احنا عارفين when، يبقى نكتب ايه when do you play basketball، هو انت بتمارس رياضة كرة السلة دي امتى؟ فقال له I play it a Fridays، طبعا انا بمارسها ايام الايه الجمعة. طيب احنا قلنا قبل كده ان بحط قبل ايام الاسبوع حرف الجر on، اوكي؟ يبقى on Fridays في ايام الجمعه انا بمارس رياضه الباسكتبول. قال له that's great، ده حاجه عظيمه. let's play together next weekend، يلا نلعب مع بعض عطله نهايه الاسبوع القادم. السؤال الثاني choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. number 1 my father and mother are my a، بابايا ومامتي دول والداي، يعني parents. number 2 my brother اخويا is 3 can count to 10، اخويا عمره او بالغ من العمر 3 سنوات، بيعرف يعد لغايه 10، يبقى aged يعني يبلغ من العمر. number 3 I a many hobbies in my free time،
يعني انا بمارس هوايات عديده في وقت فراغي اسمها ايه، احنا قلنا قبل كده من شويه دو ايه هوبيز، تمام كده، يبقى ايه دو من هوبيز، بمارس العديد من الهوايات. نمبر 4، famous people، الناس المشهوره usually have a ايه لايف، they have no time to relax، ما عندهمش وقت يسترخوا، يبقى عندهم حياه ايه مشغوله، busy life. نمبر 5، that bag belongs a the new student، يعني الشنطه ديت او تلك الحقيبه بتخص ايه الطالب الجديد، يبقى ايه belong بيجي بعدها to، حرف الجر to، belong to يعني بيخص. نمبر 6، عمر plays the violin، عمر بيعزف على الكمانجه، in a famous، في ايه في فرقه موسيقيه مشهوره band. نمبر 7، a work is work you do for no money، عمل بتشتغله من غير ما تاخد عليه اجر او فلوس، يبقى ده عمل تطوعي، يبقى اسمه ايه voluntary، voluntary work. الصفحه اللي قدامها صفحه 23، نمبر 8، this dress، الفستان ده is Ola's، بتاع Ola، it's ايه ده ملكها، يبقى it's ايه hers. نمبر 9، امجد takes a daughter to the fun fair to play and have fun، يعني خد بنته وداها الملاهي عشان يلعبوا ويمرحوا، يبقى هيخد ايه his daughter، ابنته. نمبر 10، this isn't our ball، دي مش الكرة بتاعتنا، ايه is black and white، بتاعتنا لونها اسود في ايه في ايه في ابيض، يبقى ايه ours. طيب بعد كده عندي سؤال correct. نمبر 1، جون واز بورن ان بريستول، جون اتولد في بريستول، but him father was born in a مانشستر، لكن بابا اتولد في ايه في مانشستر، يبقى بابا هو يبقى his ايه his father. نمبر 2، علي اند تامر are friends، علي وتامر اصدقاء، حطينا نقطه هبدا جمله جديده، them are the same age، الاثنين في نفس العمر، يبقى ايه they are، هما الاثنين في نفس العمر. نمبر 3، I don't have my mobile phone، انا مش معايا التليفون المحمول بتاعي، can I use، ممكن استخدم تليفونك انت، بدل you تبقى ايه yours. نمبر 4، the dog had his breakfast، يعني الكلب تناول افطاره، طبعا ايه it's breakfast. السؤال الرابع، write a paragraph of about 80 words on، اكتب باراجراف من 80 كلمه، احنا كنا متعودين الباراجراف اذا نسيت من 7 جمل، دلوقتي احنا كبرنا وعندنا الباراجراف من 80 كلمة، بيجيب لنا راس موضوع من اللي احنا درسناه يعني، وبيقول لك هنا اكتب على your family، اكتب على اسرتك. طبعا انا لما اجي اكتب السنة دي هحل طبعا الامتحان في كراسة اجابة، فباجي في ورقة كده منهم بكتب ايه من فوق كده، بكتب ايه my family، بحول your لmy، my family اسرتي، وببدأ اكتب زي ما هوريكم دلوقتي. ببدأ الباراجراف بتاعي، بسيب مسافة نص كلمة في البداية، وببدأ بحرف الكابيتال، ما بين كل جملة وجملة بحط نقطة، والحرف اللي بعد النقطة لازم يكون كابيتال، بكتب جمل بسيطة وزي ما نشوف دلوقتي. طيب، My name is Ali، اسمي علي، I am 13 years old، عمري 13 سنة، I live in Cairo، بعيش في القاهرة، My dad's name، اسم بابايا is Omar، هو عمر، He is 45 years old، عمره 45 سنة، He is a teacher، هو مدرس، He works in a primary school، بيعمل في مدرسة ابتدائي، My mom's name، اسم مامتي is Mona، هي منى، She is a doctor، هي طبيبة، she works in a big hospital، بتشتغل في مستشفى كبيرة in Cairo في القاهرة، I have one brother، أنا عندي أخ واحد، عندي two sisters، أختين، my grandfather، جدي is called عادل، اسمه عادل، he is a farmer، هو فلاح، he is 70 years old، عمره 70 سنة، my grandmother، جدتي is called هدى، تدعى هدى أو تسمى هدى، she is 60 years old، عمرها 60 سنة، I have two cousins، عندي اتنين ولاد عم، they are my best friends، وهم أصدقائي المقربين، we are happy family، احنا أسرة سعيدة. وبكده احنا كتبنا أكتر من 80 كلمة على موضوع، راس موضوعهم دولي my family، أسرتي. نروح على صفحة 26، في بعض الاختيارات، my best friend بسملة، صديقتي المقربة بسملة، is very beautiful، جميلة جدا، the synonym of beautiful، يعني synonym دي يعني معنى، معنى كلمة beautiful ايه cute، جميلة أو جذابة. number 2، It's important to do your homework، مهم ان انت تعمل واجبك، the opposite acts of important، عكس كلمة مهم is a unimportant، غير مهم. number 3، to get the opposite، عشان تجيب عكس of happy، عكس كلمة سعيد، we add the prefix، بنحط البداية ايه عكس كلمة سعيد، happy unhappy، بنحط un.
Number four, I couldn't answer all the questions. ما قدرش أجاوب على كل الأسئلة. They were very difficult. كانوا صعبين جدا. The antonym. Antonym يعني عكس. Antonym يعني إيه؟ عكس. So opposite. Of difficult عكس كلمة صعب is easy سهل. الصفحة اللي قدامها صفحة 27. How long does it take to school؟ يعني كم يستغرق مدة الوصول للمدرسة؟ بعد take لو في مدة زمنية بيجي to والمصدر يبقى إيه؟ to go to school. كم يستغرق الوصول للمدرسة؟ Number two, my father made my brother. يعني بابايا خلى أخويا إيه سكور؟ إن هو يسوق سيارته. طبعاً من عندي هنا made لو جه بعدها مفعول بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى إيه؟ drive his car. Number three, Lucy always helps me. Lucy دايما بتساعدني in my room. بتساعدني ان انا ارتب اوضتي. طبعا عندي كلمة help هنا بيجي بعدها مصدر او to المصدر. يبقى هنا عندي ايه? tidy, يرتب. Number four, I'd like a when I get older. اود ان انا اسافر لما ايه اكبر. بعد would like بيجي ايه to المصدر يبقى ايه to travel. نروح على صفحة 31. صفحة 31. My cousin بنت عمي is very good at gymnastics. يعني جيدة جدا في لعبة الجمباز. يبقى good at. Good at. Number 2. He wants to get up early. هو عايز يصحى مبكرا. To a the plane عشان يلحق بالطائرة. يبقى catch the plane. Number 3. I a with my friends by emails. يعني أنا بتواصل مع أصدقائي بالإيميلات. يبقى communicate. يتواصل. Number 4. Our classroom فصلنا is beautiful. جميل. It isn't هي عكس جميل beautiful قبيح ugly. مش قبيح. Isn't ugly. Number 5. Alice had a lot of A in Wonderland. Alice حصلت لها كثير من المغامرات في بلاد العجائب. يبقى إيه adventurous. في قصة اسمها Alice في بلاد العجائب. حصل إيه لأليس adventurous مغامرات. Number 6. Sarah is a أولان A. She has no father or mother. ملهاش أب ولا أم. يبقى هي يتيمة. An orphan. Orphan يعني يتيم. Number 7. The teacher asked me. المدرس سألني. What I thought. أنا بعتقد في إيه أو يعني رأيي إيه. The new lesson. في الإيه في الدرس الجديد. يبقى إيه. I thought of a the new lesson. Of. Number 8. He goes to the A on Mondays. And he catches a plane to Paris. هو كل يوم اتنين بيروح المطار وبيلحق بالطائرة اللي رايحة باريس. يبقى مطار يعني airport. Number 9. We went to our uncle's farm. احنا رحنا مزرعة عمي. Where there are lots of A. Of A. في كثير من المعيز. Goats. Number 10. This stairs. السلالم دي. Will take you up to the A. هتهدف فوق للسطوح. سطوح او الصندرة. Attic. Number 11. The baby said when his mother left him. الطفل شعر بالحزن لما مامته سابته. يبقى felt. Felt الماضي بتاع feel. يشعر. Number 12. Which of following is not a country. اللي من دول اللي جايين دول مش بلد. Egypt مصر بلد. Switzerland سويسرا بلد. England انجلترا بلد. لكن Cape Town ده اسم مدينة. دي مش country. دي city. قلبنا الصفحة صفحة 32. Number 1. Our teacher asked us to a hard. المدرس طلب مننا ان احنا نعمل بجد. اسمها work hard. Number 2. I live in my family in a large house. انا عايش مع اسرتي في منزل كبير. I live with. يعيش مع. Number 3. Heidi in a bed in the attic of the house. احنا خدنا في الوحدة دي قصة البنت اليتيمة اللي اسمها هايدي اللي كانت عايشة مع جدها. هايدي in a bed. كانت بتنام في سرير في السطوح اعلى المنزل. يبقى كانت sleeps بتنام. Number 4. I a 10 minutes to walk to school. يعني انا بتستغرق المسافة للمدرسة ماشي 10 دقائق. يبقى I a take 10 minutes. take بمعنى يأخذ ولو جاء بعدها مدة زمنية يبقى معناها يستغرق. Number 5. There are high a around the city. في جبال عالية حول المدينة. جبال يعني mountains. Number 6. سلمى is a video call now. سلمى بتجري مكالمة فيديو الآن. يبقى سلمى is a making. اسمها make a video call. يعمل مكالمة فيديو اسمها make a video call. طب number 7.
He traveled to A. He stayed in Paris. هو بيسافر فين؟ فبيقعد في باريس. باريس دي عاصمة ايه؟ فرنسا. عاصمة ايه؟ فرنسا. Number 8. Farmers الفلاحين get A from goats. بيحصلوا على اللحمة من الايه؟ من الماعز، يبقى meat. لحمة. Number 9. I go to school A bus. انا بروح المدرسة بالاوتوبيس، يبقى ايه؟ by bus. بواسطة الاوتوبيس. Number 10. Egypt is a great A in Africa. مصر بلد عظيمة في أفريقيا. طبعا great country. مصر بلد عظيم. Number 11. I like to go to parks. A lots of trees. أنا بحب أروح الحديقة ها اللي موجود فيها كثير من الأشجار، يبقى with lots of trees. Number 12. Babies الأطفال الرضع don't like to be A from their mothers. مش بيحبوا يبعدوا عن مامتهم أبدا. تمام كده؟ يبقى اسمها إيه؟ اسمها away from، يعني ما يحبوش يبقوا بعيدا عن. نروح على الاكسرسايزز اللي بيج 35 صفحة 35. الاكسرسايزز دي على البريزنت سيمبل، على المضارع البسيط. لازم أذاكر المضارع البسيط اللي جالي في الوحدة دي كويس قبل ما أحل الاكسرسايزز. نمبر 1. In Egypt في مصر students الطلبة never ate school on Friday. ما بتروحش أبدا المدرسة في أيام الجمعة. الطلبة هنا جمع، يبقى في المضارع البسيط هيجي بعدهم الفعل في المصدر، يبقى never go. Number 2. How long يعني كم طول المسافة does it a you to come to school. كم طول المسافة اللي بتستغرقها عشان تيجي المدرسة. بعد do و does لازم يجي الفعل في الانفينيتيف في المصدر، يبقى هنقول هنا ايه؟ take. Number 3. A your cousins live next to you. هل ولاد عمك بيعيشوا بجوارك؟ طبعا ولاد عمي دول جمع، وانا بسأل في المضارع البسيط، يبقى بسأل عن الجمع بدو وبسأل عن المفرد بدس. تمام كده؟ يعني هي وشو ايه بسأل عنهم بدس، لكن ما يكون في جمع بسأل بدو في المضارع البسيط. Number 4. He never ate his homework in the evening. هو مش بيعمل ابدا واجبه في الايه في المساء. مع هي وشو ايه في المضارع البسيط بحط اس في الفعل، يبقى هنقول ايه؟ never does. Number 5. Hind A live with her uncle. Hind مش ايه؟ مش بتعيش مع عمها، يبقى ايه؟ doesn't live. طب number 6. What time does school A every day؟ يعني في اي وقت بتبدأ المدرسة كل يوم؟ قول لسه قايلين بعد does لازم يجي الفعل في المصدر، يبقى start يبدأ. Number 7. She A late on school days. يعني هي مش بتنام متأخرة في ايام المدارس، يبقى doesn't sleep. ما هي شو إيه؟ بتكلم إيه في المضارع البسيط؟ بقول doesn't، ما جنفي. Number 8. I know how to play the violin. يعني أنا مش بعرف أعزف على الكمانجا. I يبقى إيه معاها إيه؟ don't. I don't know. ما بعرف. I don't know. Number 9. She a singer. قال لك she sings beautifully. يعني هل هي مغنية؟ دي بتغني حلو. يبقى نقول هنا إيه؟ طبعا هنا does ما ينفعش أخدها عشان خاطر انا بيجي بعدها فعل في المصدر، فهنا جاي ايه؟ ضمير مفعول، يبقى هسال بإز. Is she a singer؟ هل هي مغنيه؟ دي بتغني كويس. بعد كده عندي سؤال كوريكت، سؤال الكلمه اللي تحتها خط وانا بصححها. نمبر 1. Does you listen to music؟ هل انت بتستمع للموسيقى؟ طبعا انا مش هسال ان does دي، بسال بس ايه مع هي وشو ايه؟ بستخدم does، لكن مع بقيه الضمائر بستخدم do. اما اجي اسال في المضارع البسيط يبقى اقول هنا ايه؟ do. طيب نمبر 2. She tidy her room every Friday. هي بترتب اوضتها كل يوم ايه؟ جمعه. تمام كده؟ مع هي وشو ايه في المضارع البسيط بحط اس او اي اس او اي اي اس بالفعل. انا عندي هنا tidy يرتب اخرها واي، فما اجي اتكلم في المضارع البسيط مع هي وشو ايه بشيل الواي وبحط بدلها اي اي اس، يبقى she tidies her room، بترتب اوضتها كل يوم جمعه. tidies هشيل الواي واحط اي اي اس. نمبر 3. Our teachers المدرسين بتوعنا not give us a lot of homework، مش بيدونا واجبات كتير. المدرسين جامعة يبقى ايه؟ في المضارع البسيط يبقى don't give us. مدرسينا مش بيدونا واجبات كتير. Number 4. When does he usually washes his car؟ يعني هو عادة بيغسل عربيته امتى؟ بعد does بيجي الفعل في المصدر، يبقى wash بس يغسل. Number 5. Ayman goes to work and do his work. يعني أيمن بيروح العمل بتاعه وبيأدي إيه؟ شغله. يبقى إيه؟ طبعا هنقول إيه؟ does him، عشان أيمن مفرد هي وشو إت. يعني قلبنا الصفحة، صفحة 36. منى إيه go to school on Friday. منى ما تروحش المدرسة في أيام الجمعة، يبقى doesn't go to school. Number 2. Heidi A with her grandfather.
هايدي بتعيش مع جدها، يبقى ايه؟ ما هيش وقيت بحط اس في المضارع، يبقى lives. 3 هي يوجوالي ايه هوم اون ثيرزدايز ايفنينج، يعني هو بياتي للمنزل في كل يوم ايه، كل يوم خميس بالليل. يبقى عندي هنا ايه؟ ما هيش وقيت في المضارع، بحط اس في الفعل، يبقى ايه؟ comes. تعبر عن العادات. نمبر 4 ماي دوترز، بناتي اولويز ايه تو بوب ميوزك، بناتي دايما بيستمعوا لموسيقى البوب. البنات هنا جمع، يبقى اجيب الفعل في المصدر بعدهم، يبقى listen بس. نمبر 5 does هاني ايه stores in the library every break، هل هاني بيروح كل فسحه يقرا قصص في المكتبه؟ يبقى عندي هنا بعد does هيجي الفعل في المصدر، يبقى read بس. طيب نمبر 6 ali usually is the dog before he goes to school، يعني بيطعم دايما علي الكلب بتاعه قبل ما يروح الايه المدرسه. طب دي عادات، وهنا علي يبقى اجيب بالفعل في ايه اس عشان خاطر ده مفرد، يبقى في بيطعم. نمبر 7 ايه يور براذر جود ات سبورتس، هل اخوك جيد في الالعاب الرياضيه؟ يبقى هنقول هنا از. نمبر 8 وير ايه عادل اند مروان سبند ذير هوليداي، بيقضي فين عادل ومروان اجازتهم؟ عادل ومروان جمع، يبقى اسال بدو. الفعل المساعد يبقى دو. نمبر 9 اي اي ماي هوم ورك ويز ماي براذر ان ذا ايفنينجز، انا بعمل واجبي مع اخويا ايه كل يوم بالليل، يبقى ايه اي اي دو ماي هوم ورك، يعمل واجب دو هوم ورك. نمبر 10 وات سبورت ايه لايك، ايه اللعبه اللي انت مش بتحبها؟ طبعا هنقول هنا ايه دونت لايك. سؤال كوريكت نمبر 1 نبيل اند تامر isn't watching TV every day، مش بيتفرجوا على التلفزيون كل يوم، دي عادات، يبقى don't watch عشان الاثنين جمع. نمبر 2 where are you come from، انت جاي منين؟ يبقى where do you come from. نمبر 3 my mother isn't like watching TV، دي عادات، ماما مش بتحب تتفرج على التلفزيون، يبقى ايه ماما مفردة، يبقى نقول doesn't like doesn't. نمبر 4 a football player، لاعب كرة القدم travel a lot، بيسافر كتير to play in other countries عشان يلعب في بلاد أخرى، يبقى طبعا ده مفرد لاعب كرة القدم، وفي العادات أو في المضارع البسيط يبقى نقول إيه نحط اس في الفعل، يبقى travels هي travel، حط لها اس في الآخر عشان اللاعب الكورة ده مفرد. نمبر 5 Alice mother مامة علي have a baby girl، عندها طفلة رضيعة بنت called سلمى، اسمها سلمى. طبعا هاف دي بتيجي مع الجمع، ما ينفعش تيجي مع اي حد مفرد، ما ينفعش تيجي مع هي وشي وات، يعني هاف لدي مع كل ضماير ما عدا هي وشي وات، اقول ايه هاز، هاز بمعنى لديه او يملك. المحطه اللي قدامها في صفحه 37 رحاب از اسكينج منى اباوت هير براذر، بتسالها على اخوها، بتقول لها ايه وات تايم داز يور براذر جيت اب، اخوك بيصحى امتى؟ فهنقول هي ايه بقى، بعتيه في شيء في المضارع البسيط بحط اس في الفعل، يبقى اقول هو بيستيقظ، يبقى هي جيتس، هي جيتس اب ات ايه 7 اوكلوك، تمام كده عشان جيتس اب، يبقى هي جيتس اب ات 7 اوكلوك. بعد كده قال ايه داز هي ارايف ات سكول، يعني امتى هو بيوصل مدرسه، بسال على الوقت بايه بوين او وات تايم. When does he arrive at school؟ بيوصل امتى المدرسة؟ فقالت he always at school at 7:45، بيوصل الساعة 8 الا ربع، يبقى هنقول ايه he always arrives، بيوصل دايما ايه الساعة 8 الا ربع. ايه lessons does he have a day؟ he has 8 lessons a day، هو عنده 8 حصص في اليوم، يبقى هي تقولها كم عدد الحصص اللي هو بياخدها في اليوم؟ احنا عارفين ايه كم عدد دي من واحنا في سنة 6، يبقى ايه how many، كم عدد الحصص. فقالت هو بياخد 8 حصص في اليوم. how does he go to school، طب هو بيروح المدرسة ازاي؟ he goes to school foot، هاي احنا قلنا وسيلة المواصلات بحط قبلها by، ما عدا كلمة foot سيرا على الاقدام بحط قبلها on foot، بيروح ماشي. نروح على تدريبات صفحة 39. اول سؤال عندي استماع، اول سؤال بيجي لي عندي في الامتحان استماع، بيدخل المستر بيقول فقرة وانا بركز كويس قوي وبقرا المفروض الاسئلة قبل ما المستر يدخل عشان لما يقول الفقرة ابقى انا مركز واحل على طول. عندكم الاستماع في كتاب جيم في صفحة 317، والوقت هنتدرب عليها بردك في نهاية الوحدة، يبقى عندي السؤال دوت موجود فقرة في صفحة 317 بقراها كويس وبعد كده بجاوب على الاسئلة. السؤال الثاني we can a video call to our cousins in England، احنا ممكن نجري مكالمة فيديو مع اولاد عمنا اللي في انجلترا، يبقى make a video call. number 2 a is a place with lots of houses and shops،
مكان فيه بيوت كتيرة ومحلات، يبقى دي السيتي، المدينة الكبيرة. نمبر 3، my favorite hobby is a mountains، يعني هوايتي هي تسلق الايه الجبال، يبقى climbing mountains. طب نمبر 4، a is always at the top of the house، في اعلى البيت في السطوح او الصندرة، يبقى الاتيك. نمبر 5، her father and mother are alive، باباها ومامتها حيين على قيد الحياة، so she isn't an، عشان كده هي مش يتيمة، مش orphan. نمبر 6، it was an a to swim in the sea at night، دي كانت مغامرة، ان انت تعوم في البحر في الليل يبقى مغامرة، يعني adventure. نمبر 7، هايدي a in a bed، بتنام في السرير، in the attic، في السطوح of the house، بتاع البيت، يبقى sleeps، بتنام. قلبنا الصفحة، صفحة 40. نمبر 8، does Amjad a playing basketball، هل أمجد بيحب يلعب باسكت بول؟ بعد does بيجي الفعل في المصدر، يبقى like. نمبر 9، he a not want to go to the cinema، هو مش عايز يروح السينما، يبقى does not. طب نمبر 10، how often، كم عدد المرات، does a feed the birds، اللي هي بتأكل فيها طيور، طبعا does دي بتيجي مع هي وشي وإت، يبقى هنا ايه she. سؤالي correct، I doesn't go swimming on Mondays، مش بروح أسبح في أيام الاثنين، يبقى I don't. نمبر 2، هايدز اند، عمة هايدي arrives and take her to the city، وأخدتها وصلت وخدتها للإيه للمدينة، يبقى takes her. هي شو إيت أو أي اسم شخص، بحط اس في آخر الفعل. نمبر 3، you go to the park، no I don't، هل أنت بتروح الحديقة العامة؟ لا. تمام كده، هنا ايه عندي اجابة هنا بايه بdon't، يبقى انا سألت بايه بdo you. نمبر 4، he is a farmer، هو فلاح، he has lots of goats، هو عنده ايه معيز كتير، احنا قلنا مع he وشي وايه بمعنى يملك، بجيب بعدها has مش بجيب have. السؤال الرابع، write a paragraph، اكتب paragraph من 80 كلمة على a story you like most، قصة بتحبها أكتر. احنا لسه دارسين قصة هايدي في الوحدة ديت، فممكن نكتب على قصة هايدي البنت اليتيمة. Reading is very important in our life، القراءة مهمة جدا في حياتنا. I like reading very much، بحب القراءة جدا. I like English stories، بحب القصص الإنجليزية. My favorite story is called هايدي، قصتي المفضلة بتسمى هايدي. It is a story، هي قصة، about an orphan girl، عن بنت يتيمة. She lives with her grandfather، بتعيش مع جدها، in a small house، في بيت صغير، in the mountains، في الجبال. Her grandfather is an old man، جدها رجل عجوز. He has lots of goats، عنده معيز كتير. Heidi sleeps in a bed، بتنام في السرير، in the attic، في الصندرة أو في أعلى البيت، of the house. She drinks milk، بتشرب لبن، and eats bread، وبتأكل خبز and cheese وجبنة. Every day she walks in the mountains، كل يوم بتمشي في الجبال، with the goats، مع المعيز، her grandfather، جدها، and Peter، وصديقها بيتر. She is very happy، هي سعيدة جدا بالحياة ديت. But one day، لكن في يوم من الأيام، Heidi's aunt، عمة هايدي، arrives، وصلت، and takes her to the city، واخدها أدتها للمدينة. هايدي doesn't like the city، هايدي ما حبتش المدينة، and she is very sad، وبقت ايه حزينة جدا. هايدي has lots of adventures in the city، وحصلت لها مغامرات كتيرة في المدينة. في نفس الصفحة عندي باراجراف خاص بالأزهر، اكتب على a member in your family، يعني فرد في أسرتك. مثلا هنا أنا ممكن أكتب على أي فرد من أفراد أسرتي أنا معجب بيه، يعني أو شايفه إيه قدوة. I have a big family، أنا عندي أسرة كبيرة. I love all my family، وبحب كل أسرتي. My grandfather's name، اسمي جدي اسمه كمال، اسمه كمال. He is 65 years old، عمره 65 سنة. He lives on a farm in Giza، بيعيش في مزرعة في الجيزة. He is a farmer، هو فلاح. His favorite food، طعامه المفضل is fish and rice، هو الرز والسمك. His hobbies، هواياته are reading، القراءة، and fishing، وصيد السمك. I love him، بحبه جدا so much because he is friendly، عشان هو ودود and kind of type. He always helps me، دايما بيساعدني، and the other members of the family، وكل بيساعد أفراد الأسرة الباقيين. He gives us، بيعطينا money، النقود، every day، كل يوم، to buy what we need، عشان نشتري احتياجاتنا. His life is busy، حياته مشغولة، but he spends much time، لكن بيقضي معانا وقت كتير، helping us، في مساعدتنا، study new lessons، ان احنا نذاكر دروسنا الجديدة. نروح على صفحة 46.
عندي أول سؤال، حبيبة has no time to lose، ما عندهاش وقت تضيعه. She is always، هي دايما busy، دايما مشغولة. حبيبة مرزوق دي لعبة الجمباز المشهورة المصرية. نمبر 2، عبده studies hard to a his dreams، عبده بيذاكر بجد عشان يحقق أحلامه، يحقق يعني achieve. نمبر 3، the athlete لاعب ألعاب القوة is a hard to be in the next Olympics. Olympics بيتدرب بجد، يعني is training بعد is بيجي الفعل ايه في ing، بيتدرب بجد عشان خاطر يدخل الأولمبياد. حلم كل لاعب رياضي ان هو يوصل للأولمبياد. نمبر 4، my mother always tells me، ماما دايما بتخبرني to buy things from a shops، ان انا اشتري الاشياء من المحلات القريبة، يبقى near by. نمبر 5، to know the names of your classmates، عشان تعرف اسماء زملائك في الفصل، you should look at the A of the class، لازم تبص في القائمة بتاعت الفصل في الليست. نمبر 6، I want a full A of the flat before buying it، انا عايز وصف كامل للشقة قبل ما اشتريها، وصف يعني description. نمبر 7، you want A it difficult when you study hard، يعني you want A مش هتلاقي الحاجة صعبة لما تكون بتذاكر بجد، يبقى want find، find يعني يجد. نمبر 8، gymnastics ألعاب الجمباز is a type of A، نوع من أنواع السبورت الرياضة. نمبر 9، this is a small house، ده بيت صغير، we want to A to a new one، احنا عايزين ننتقل أو نعزل لبيت A واحد، يعني البيت جديد، يبقى move، move يعني يتحرك، وبتيجي بمعنى ينتقل إلى مكان جديد، يعزل. نمبر 10، A should practice a lot to win A medal، اللاعب الرياضي أو لاعب ألعاب القوة لازم يتدرب بجد عشان يحصل على ميدالية، يبقى الأسليت. نمبر 11، حبيبة is the best A in Africa، حبيبة دي أفضل لاعب جمباز في أفريقيا. طبعا عندي هنا جيمناستكس اللي هو لعبة الجمباز نفسها، لأ أنا عايزة لاعب جمباز أو لعبة جمباز جيمناست. نمبر 12، I aim my lessons hard to get high marks، أنا بذاكر دروسي بجد عشان أحصل على أعلى الدرجات، يبقى study hard، يذاكر بجد. الصفحة اللي قدامها صفحة 47، our teacher asked me، المدرس طلب مني to write a short story، ان انا اكتب قصة قصيرة with my A partner، يعني مع زميلي. نمبر 2، athletes اللاعبي العاب القوة should eat a food، لازم العاب اللي بيلعبوا رياضة لازم ياكلوا طعام صحي، يبقى طعام healthy. نمبر 3، athletes لاعبي الالعاب الرياضية work hard، بيعملوا بجد to A their studies and their A sport، بيعملوا بجد عشان خاطر يوازنوا ما بين دراستهم وما بين اللعبة الرياضية اللي بيمارسوها، يوازن يعني balance. نمبر 4، my A is to be a famous player، يعني بنقول حلمي ان انا ابقى لاعب مشهور، حلم او يحلم dream. نمبر 5، running is an example of A، الجري ده نوع من انواع العاب القوة، يبقى athletics. نمبر 6، the classroom الفصل is A، there are 8 students، الفصل مزحوم في 80 طالب، يبقى الفصل A busy. نمبر 7، I have a photo A my family، انا عندي صورة A لأسرتي، يبقى A of my family. نمبر 8، my father likes to eat fish A rice، يعني بابا بيحب ياكل رز وسمك، يبقى A fish with rice. نمبر 8، حبيبة eats well، حبيبة بتاكل كويس، because A is a difficult sport، عشان لعبة الجمباز دي لعبة شاقة أو صعبة، يبقى الجيمناستكس لعبة الجمباز. نمبر 10، my father always works all the time، بابا دايما بيعمل طول الوقت. He has no time to A، ما عندوش وقت يضيعه، lose to lose. نمبر 11، the teacher مدرس used A to make the lesson easy، يعني المدرس بيعمل لنا رسوم توضيحية عشان يسهل لنا الدرس، يبقى بيعمل لنا diagrams، رسوم توضيحية. نمبر 12، I like living in A because it's quiet there، بحب أعيش في A عشان هادي. الهدوء بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الريف، الريف اسمه the country، احنا خدنا كلمة country بلد، بس لو حطنا قبلها the country يبقى معناها الريف. نمبر 13، athletes ألعاب اللي هم اللعيبة بتوع ألعاب القوة train hard to A strong، يعني بيتدربوا بجد عشان يحافظوا على قوتهم، يبقى stay strong. صفحة 48، عندي هنا محادثة، حسن and أحمد are talking about حسن's cousin، بيتكلموا على ابن عم حسن. حسن بيقول لي هلو أحمد، مرحبا يا أحمد، this is a photo، دي صورة of my cousin، لابن عمي. فقال له هلو حسن، مرحبا يا حسن، ايه his name، ايه اسمه، what is، ما اسمه. فقال له it's هاني، اسمه هاني.
قال له هاو اولد از هي، عمره كام سنه؟ بعد كده قالك 14 يبقى نقول هو عنده 14 سنه، يبقى نقول هي از، هو بيكون. فقال له وير داز هي ليف، بيعيش فين؟ فقال لك هي ايه ان رشيد، عايش في ايه؟ في رشيد، يبقى هي ليفز. قال له هي لافز ساينس، سوري، قال له واتس ايه فيفورت سبجكت، ايه هي مادته الدراسيه المفضله؟ فقال له هي لافز ساينس، بيحب العلوم، يبقى واتس هيز، ما هي هوايته المفضله، سوري مادته الدراسيه المفضله؟ قال له هي لافز ساينس، بيحب العلوم. كان هي بلاي فوتبول، هل بيستطيع لعب كره القدم؟ فقال له يس هي، طبعا سؤال هنا بكان، يبقى هجاوب بكان، يس هي كان، ايوه بيستطيع ان هو يلعب كره قدم، هي لايكس فوتبول الوت، هو بيحب كره القدم جدا. في الصفحة اللي قدامها صفحة 49 في محادثة تانية، هاني اند زياد ار توكينج اباوت جيمنستكس، بيتكلموا على لعبة الجمباز. فبيقولوا ليتس توك اباوت جيمنستكس، تعالوا نتكلم على لعبة الجمباز. وات دو يو نو اباوت جيمنستكس، ايه اللي تعرفه عن اللعبة دي؟ فقال له اتس ا ديفيكالت سبورت، دي لعبة صعبة. فقال له ايه ات از ات ا ديفيكالت سبورت؟ قال له بيكوز، بسبب. ليه هي لعبة صعبة؟ بسبب. اما بلاقي بيكوز يبقى انا بسألت بواي، واي از ات ديفيكالت، هي ليه لعبة صعبة؟ واي از. فقال له because you must train، عشان يجب عليك ان انت تتدرب 4 5 or 6 a day، تتدرب من 5 ل 6 ساعات في اليوم، ساعات يعني hours، اولها h بس silent، hours ساعات. بعد كده عندي هنا what should gymnasts do to a their dreams، يعني ينبغي عليهم يعملوا ايه لاعبي العاب الجمباز عشان يحققوا احلامهم، achieve يعني يحقق، achieve their dreams، عشان هيحققوا احلامهم يعملوا ايه؟ فقال لك they should work hard، ينبغوا ان هم يعملوا بجد and eat healthy food، وياكلوا طعام صحي to stay strong، عشان يحافظوا على ايه قوتهم او يبقوا ايه اقوياء، stay strong. Do you know حبيبة مرزوق؟ انت تعرف حبيبة مرزوق؟ فقال له yes she is a top A in Africa، هي افضل لاعبة جمباز في افريقيا، يبقى ايه لاعبة جمباز؟ يعني gymnast. فقال له she wants to go to the Olympics، هي عايزة تروح الأولمبياد. نمبر 2 سؤال تشوز، اختيارات. A gymnast لاعب الجمباز أو لعبة الجمباز must is their hobby work and study، لازم يوازنوا ما بين هوايتهم وعملهم وإيه ودراستهم، بالانس يوازن. نمبر 2 swimming، السباحة is my A hobby I like it، هي لعبتي المفضلة أنا بحبها، يبقى إيه favorite، مفضل. نمبر 3 علي is a strong player، علي لاعب قوي، he isn't a، مش a، مش ضعيف، عكس strong قوي، weak ضعيف. نمبر 4 as a gymnast كلاعب الجمباز سارة a 4 5 or 6 hours daily، بتتدرب من 5 ل 6 ساعات في اليوم، سارة دي مفردة في المضارع البسيط يبقى trains. نمبر 5 all sports من كل الرياضيين dream of going to the a، بيحلموا ان هم يروحوا الايه الاولمبيكس، الايه الاولمبياد. نمبر 6 my brother a many things during his great life، يعني بنقول اخويا حقق انجازات كتير في حياته، يبقى حقق يعني ايه achieved. نمبر 7 I am very a I don't have time to play، انا مشغول قوي ما عنديش وقت العب، يبقى busy مشغول. نمبر 8 my uncle a as a teacher، عمي بيعمل كمدرس، يبقى ايه works as a teacher. قلبنا الصفحه صفحه 50. نمبر 9 my sister usually a up her room on Friday morning، أختي عادة بترتب أوضتها كل يوم جمعة الصبح، يبقى ما أختي بقى، يبقى إيه نقول إيه cleans، نحط اس في الفعل في مضارع بسيط مع هي وشي وإت أو اسم شخص. نمبر 10 إذا children like playing chess، هل الأطفال بيحبوا يلعبوا شطرنج؟ الأطفال هنا جمع، يبقى دو. سؤال correct do he play football on Mondays، هل هو بيلعب كرة قدم في أيام الاثنين؟ طبعا هي ديت مفردة، يبقى هنسأل هنا بdoes. طب what subject does he studied، ايه المادة الدراسية اللي هو بيدرسها؟ بعد does يجي الفعل في الانفينيتيف في المصدر، يبقى study بس، يذاكر او يدرس. نمبر 3 ادم is our grandfather، ادم جدنا، he loves ايه بيحبنا احنا، he loves us. نمبر 4 سلمى and اولا are twins، سلمى اولا توأم، their sister is called رقية، اختهم اسمها رقية، يبقى المفروض ايه their دي. بعد كده عندي هنكتب باراجراف على your favorite hobby، هوايتك المفضلة. احنا ممكن نكتب على اي هواية احنا بنفضلها، رسم، قراءة، لعبة رياضية، احنا هنا كتبنا على اللعبة الرياضية.
فقلنا my name is عمر، اسمي عمر، I am 13 years old، عمري 13 سنة. My favorite hobby، هوايتي المفضلة is playing football، هي لعب كرة القدم. I play it every day، بلعبها كل يوم. I play it with my friends، بلعبها مع أصدقائي. I also play football، كمان بلعب كرة قدم. In the club، في النادي. I like playing football because it makes me fit، عشان بتخليني عندي لياقة بدنية. I like scoring goals، بحب أحرز الأهداف. My favorite team is الأهلي، فريقي المفضل هو الأهلي. I watch its matches، بتفرج على المباريات بتاعته on TV، في التلفزيون. My favorite player، لاعبي المفضل اسمه محمد صلاح، هو محمد صلاح. When I grow up، لما أكبر I want to be a famous player like him، عايز أبقى لاعب مشهور مثله. آخر تيست عندي في الوحدة ديت هو الأضواء تيست، صفحة 54. عندي أول سؤال listening، يعني إيه listening؟ المستر بيدخل زي ما قلنا بيقول فقرة وأنا إيه بجاوب على الأسئلة اللي موجودة عندي. يعني مثلا لو الأسئلة اللي على الفقرة دي، الفقرة مثلا المستر يدخل يقول إيه؟ My name is عمر، اسمي عمر. نبيلة is my sister، نبيلة أختي. She lives with me، عايشة معايا. And my family، مع أسرتي. In دمياط، في دمياط. Her favorite food is fish، طعمها المفضل هو السمك. I like cheese، أنا بحب الجبنة. We have the same hobbies، إحنا عندنا نفس الهوايات. فنيجي بقى نبدأ نجاوب على الأسئلة اللي عندنا. Who is نبيلة؟ نبيلة دي مين؟ هي أخت عمر، يبقى عمر's إيه؟ sister. Number two، what is نبيلة's favorite food؟ قلنا طعامها المفضل هو الفيش، السمك. Where do عمر and نبيلة live؟ عايشين فين؟ in دمياط، في دمياط. Number four، do نبيلة and عمر have the same hobbies؟ هل نبيلة وعمر عندهم نفس الهوايات؟ yes. نعم. السؤال الثاني، complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. تامر is asking باسم، تامر بيسأل باسم about his favorite hobbies، عن هواياته المفضلة. What is your favorite hobby؟ إيه هوايتك المفضلة؟ فقال له I eat tennis، أنا بحب إيه؟ التنس. I like tennis. I play it on Fridays، بلعبه في أيام الجمعة. Where are you play it؟ بتلعبه فين؟ يبقى where do you play it؟ فقال له I in the club، في النادي. قال له ايه؟ do you go there؟ قال له by bus، ازاي بتروح النادي؟ يبقى how do you go there؟ كيف تذهب للنادي؟ by bus، بالاتوبيس. who do you play it with؟ بتلعبها مع مين اللعبة ديت؟ قال له I play it with my friends، بلعبها مع اصدقائي. do you have any other hobbies؟ عندك اي هوايات اخرى؟ فيقول له ايه؟ I like reading، يبقى يقول له نعم، نعم بحب القراءة، يبقى yes. الصفحة اللي قدامها صفحة 55، برضو عندي في الورقة الامتحانية السنة دي عندي فقرة زي اللي احنا متعودين عليها من سنة ستة، فقرة وعليها أسئلة. My name is سالم، اسمي سالم. I am 13 years old، عندي 13 سنة. My best friend is called صلاح، صديقي المفضل هو صلاح. He and I، أنا وهو، study together، بندرس أو بنذاكر مع بعض. His home، بيته، is only a 10 minute walk from my place، من مكاني 10 دقايق مشي البيت صديقي. He is the funny، هو مضحك. And friendly، ودود. We are always happy، احنا دايما سعداء. To be with each other، عشان لما بنبقى مع بعض. He is always kind، هو دايما طيب او عطوف. And helpful، متعاون. To me، معايا. When I don't go to school، لما بروحش المدرسة. Because I am ill، بسبب ان انا مريض. He comes to my place، بيجي مكاني. To ask about me، او يسأل عني. When he doesn't come to school، لما هو ما بيجيش المدرسة. I ask about him، بسأل عنه. him دي عايدة على ايه؟ على صلاح صاحب. We also play football، ده احنا كمان بنلعب كرة قدم together معا. On Fridays، في ايام الجمعة. We have the same hobbies، احنا عندنا نفس الهوايات. We like swimming، بنحب السباحة. We go swimming on Saturday، بنروح السباحة يوم السبت. And Sunday، ويوم الحد. السؤال الأول، give a suitable title to the passage، اعطي عنوان مناسب للفقرة اللي انت قريتها دي. مثلا ممكن اقول ايه؟ صديقي المفضل، my best friend، my best friend. number two، why do you think سالم like صلاح؟ ليه سالم بيحب صلاح؟ انت بتعتقد ان هو بيحبه ليه؟ احنا قلنا عشان هو مضحك وايه ودود، يبقى نقول ايه؟ why، بجاوب عليها ب because، بسبب. Because بسبب he is funny and friendly. Number three،
What does the underlined pronoun him refer to؟ قلنا him دي بتشير لمين؟ قلنا بتشير لإيه؟ صلاح. طيب أسئلة اختيارات، أنا طبعا السؤال ده بيبقى عندي 6 أسئلة، 3 answer 3 أجب و3 اختيارات. سالم and صلاح are إيه؟ سالم وصلاح دول إيه؟ ها students يعني طلبة. Number 5 the word ill means، ill دي معناها إن هو إيه؟ not well، مش كويس، مش بصحة جيدة. Number 6 صلاح the house، بيت صلاح is إيه؟ سالم the house، بيت صلاح قريب على إيه؟ بيت سالم، يبقى near قريب من. السؤال الرابع سؤال choose الاختيارات. Number 1 your brother is your parents، أخوك يقرب إلى باباك ومامتك، يقرب إلى والدك، ابنهم، ابنهم يعني son. Number 2 عادل and نبيل have the same parents، عندهم نفس الأب والأم، and the same birthday، ونفس عيد الميلاد. They are إيه؟ هما twins، هما توأم. Number 3 I enjoy playing A online، أنا بستمتع بلعب الـ A online، لعب الشطرنج glitches. صفحة معانا يا ولاد، صفحة 56. Number 4 when her parents died، لما ماتوا باباها ومامتها، in an accident، في حادثة، she became an orphan، بقت يتيمة. Number 5 I had an adventure last year، أنا حصلت لي مغامرة السنة اللي فاتت. I climbed a، تسلقت جبل، mountain. Number 6 حبيبة مرزوق لعبة جمباز wants to a her dreams and go to the Olympics، يعني هي عايزة تحقق أحلامها وتروح الأولمبياد، يحق يعني achieve. Number 7 I eat every day to be fit، أنا بتدرب كل يوم عشان يبقى عندي لياقة. train احنا خدنا train بمعنى قطار، ولو جت فعل بتيجي بمعنى يتدرب. Number 8 my brothers are sitting in the garden، يعني إخواتي الصبيان قاعدين في الحديقة. they are playing with a toys، بيلعبوا باللعب بتاعتهم، يبقى their toys ألعب. Number 9 we always aim to work on time، احنا دايما بنروح الشغل بتاعنا في الوقت المحدد. طبعا هنا we دي جمع، وفي المضارع البسيط يبقى اجيب الفعل في المصدر بعدهم go. Number 10 Maria doesn't eat french on Sundays، ماريا مش بتاخد فرنساوي في ايام الحد، بعد doesn't يجي الفعل في المصدر يبقى doesn't have. Number 5 read and correct، صح الكلمه اللي تحتها خط. Number 1 this book، الكتاب ده belongs to علي، بيخص علي. it is him، ده ملكه هو، يبقى it is a his. طب number 2 what is her hobbies، ما هوايتها، الهوايات جمع، يبقى بدل is نحط are. Number 3 that pen is me and this is yours، القلم ده بتاعي والقلم ده بتاعك. طبعا هنا this pen is a mine ما يجيش بعدها ايه اسم، تمام، عشان هنا ما فيش اسم. Number 4 do your friend play football on Mondays، طبعا الفريند ده صديقي وده مفرد، يبقى اسال بدز في المضارع بدل دو. اخر سؤال عندي number 6 write a paragraph، اكتب باراجراف على your best friend، يعني افضل صديق لي. My name is Ali، اسمي علي. I am 13 years old، عمري 13 سنة. I am a student in a preparatory school، أنا طالب في المدرسة الإعدادية in Cairo في القاهرة. My best friend is called Rami، صديقي المفضل اسمه رامي. He is 13 years old too، هو كمان عنده 13 سنة. He goes to the same school، بيروح نفس المدرسة بتاعتي. He lives next door، بيعيش في المنزل المجاور ليا. He is a very good boy، هو ولد طيب جدا. He likes swimming، بيحب السباحة، and playing football، ولعب كرة القدم. He is good at English and math، هو كويس في الانجليش الانجليزي، and math والرياضيات. His favorite hobby، هوايته المفضلة is reading، هي القراءة. He reads English، بيقرأ انجليزي، stories قصص انجليزية، every day، في كل يوم. وبكده نكون انتهينا من حل الوحدة الأولى بالكامل كتاب جيم أولى إعدادي 2023، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.